مجدك يا حسين، خذ فوق مجدك يا حسين. في الإرث الديني العالمي نجد الإمام الحسين عليه السلام أنه شخصية الذي مثلا يمثل الإسلام برمته، يمثل الإسلام برمته لأنه بواسطته بقي هذا الدين. لولا الحسين عليه السلام لما بقي هناك أي شيء من التعاليم الإسلامية المحمدية، وذلك لأنه مثلا لو قلنا أنه قتل فانتهى الأمر، فلا يوجد أطباءه قليلون في كل أنحاء العالم، لكن لا، إلى الآن تعاليمه موجود، وبالتالي فما دام هو تعاليمه وفكرته، ولو كان بعدة أشخاص أيضا، فهذا إن دل على شيء يدل على خلوده في التراث الإسلامي وبقائه في الفكرة الإسلامية العالمية. كان الحسين سلام الله عليه من خلال موقعه كشخص ينتمي للدوحة النبوية إلى العترة الطاهرة، وكان من أقرب الناس إلى رسول الله، بل إن الرسول احتضنه صغيرا وبشر به من قبل جبرائيل كما تقول كل الروايات عند كل الفرق الإسلامية. في بعض المصادر ومنها كتاب الخصائص الحسينية تجد أن صاحب هذا الكتاب وغيره من الكتب الأخرى هذه تحاول أن تشير إلى جملة من الخصائص التي وجدت عند الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، وشارك فيها الآخرين من الأنبياء ومن الرسل ومن الصالحين. هنالك بعض الأحاديث التي خص بها الحسين لم يخص بها غيره، إلى درجة أن جبرائيل أنبأ رسول الله بمقتله في أرض الطف عندما بدأ يخرج من رحم أمه الطاهرة فاطمة الزهراء، ولذلك غرورقت عيناه بالدموع، وعندما جاءت ريحانة بشرت رسول الله بمولد الحسين قال لها لقد بشرني أيضا جبرائيل بشهادته. هناك كثير من الأنبياء والمرسلين الذين تعرضوا للأذى وتعرضوا لكل أصناف التعذيب والملاحقة من قبل المكذبين والكفار والجاحدين، فالإمام الحسين أيضا ضرب أروع مثال في التضحية وفي الفداء، وتعرض لكل أنواع الملاحقة والتنكيل، ومثل به وارتكبت في حقه أبشع جريمة عرفها تاريخ البشرية. إذا كان هناك بعض الأنبياء قدموا دماءهم في سبيل الحق ورسالة التوحيد الإلهية، فكذلك الإمام الحسين قدم نفسه تضحية في سبيل إحقاق الحق وإقامة العدل وفي سبيل الرسالة الإلهية واستمراريتها على المنهج السليم والطريق القويم الذي تركها جده صلى الله عليه وآله وسلم. لو أردنا أن نرجع إلى بداية التاريخ البشرية إلى ولدي آدم عليه السلام، عندما أحدهم هم بقتل أخيه
وهدده بالقتل، قال لأقتلنك، كان الجواب ماذا؟ قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. تعال الآن وحاول أن تنقل هذا الموقف، هذا الموقف الذي هو في بداية البشرية، انقله إلى كربلاء، انقله إلى موقف الإمام الحسين عليه السلام عندما هدد بالقتل. كيف تعامل معه؟ يوم العاشر من المحرم الإمام الحسين عليه السلام أبى أن يكون هو الذي يبتدئ القوم بالقتال. هذا الموقف، يعني هذا الموقف يحيي لنا العمق التاريخي الذي يمتلكه الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، فهو عمق يمتد إلى بداية وجود البشرية على الأرض. رفض أن يبدأ الآخر بالقتل مع أن الآخر هو الذي هدده، ويرفض أن يتعامل مع الآخر بخلاف المبادئ الإنسانية. يسقي جيش الحر ابن يزيد الرياحي الماء مع أن الحر قد خرج لكي يمنع الإمام عليه السلام من الدخول إلى الكوفة، لاحظ. ويكره أن يبدأ القوم بقتال بدعوى ماذا؟ لا، يعني يكره الإمام، يبين بأنه يكره أن يبدأ القوم بقتال. هذا الكره مو كره نفسي وليس كره شخصي، وإنما كره يمكن أن نقول بأنه كره شرعي، يرجع إلى أن الله سبحانه وتعالى يكره للإنسان المؤمن أن يكون هو المبادر للقتال حتى لو كان الآخر يهدد، إلى أن يقع السيف موقعه، عند ذلك قد تختلف الأمور. الفرق بين الحسين عليه السلام وبين يزيد بن معاوية أن الحسين صنع على عين الله تماما كموسى لتصنع على عيني، وأن يزيد صنعته الأموال والأباطيل والتدليس، فشاء الله تعالى أن يبقى ما صنعه الله. من يتطبع التاريخ الإسلامي وغير الإسلام ويرجع إلى ما قبل الإسلام يجد أن الحسين وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد بشر قبل مجيئه بسنوات، وكذلك الإمام الحسين وأهل بيت الرسول أنه هذا الشخصية، هذا الرسول الذي يأتي لديه أبناء ولديه أفراد من أسرتي هم أيضا أناس طيبون طاهرون، وهذا مكتوب، كان مكتوب في التوراة والإنجيل، وكان يعرف هؤلاء بأوصافهم ومزاياهم، كان يعرفهم بعض العلماء في ديانات الأخرى. يعني مثلا عندنا بالصين اكو كثير من قوميات او الدين الاخر، مثلا بوذيين او يهودي او مسيحي، هذا يهودي مسيحي يعني بلا شك بي يعرفون عن الامام الحسين عليه السلام. فعندنا يا مثلا في عندنا بالصين اذا انت تذكر للشخص الاخر عن الامام الحسين عليه السلام وعن شخصيته، الناس المثقفين او معلم او اساتذه مثلا بالكليه او بالجامعه كله يعرف شخصيته، او هو مسلم او غير مسلم، لانه هو دارسه يعرف الاخلاق الامام الحسين عليه السلام. ثوره الامام الحسين عليه السلام اوجدت صدمه في العقول وتغييرا في القلوب، ولذلك نجد ان هناك حتى كما يروى في التاريخ ان بعض القساوسه تأثروا والرهبان تأثروا عندما سمعوا بمأساة الإمام الحسين. ففصول الثورة الحسينية ليس كسائر الثورات، كثير من الثورات تحدث في التاريخ وحدثت في التاريخ وستحدث في المستقبل، ولكن ثورة الإمام الحسين لها خصوصيات، ومن هذه الخصوصيات أن قائدها هو ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، هو سيد شباب أهل الجنة، قتل استشهد مظلوما ومضى إلى ربه شاهدا وشهيدا. الآن لا يوجد في أي مكان من أماكن العالم إلا ويعرفون مرتبة الحسين ويفتخرون به، حتى أولئك الذين مثلا يعني يحاولون تحريف هذه الفكرة الحسينية هم يعرفون في ضمائرهم، إذا رجعوا في بيوتهم يعرفون، لكن تعصبا ربما، أو مثلا لا يريدون أن يظهروا أمام الناس حتى لا يشعرون ببعض
خجل وما صابه ذلك، ولكن في الحقيقة عندما يرجعون إلى أنفسهم يرون أن الإمام الحسين فكرة حية موجودة في كل زمان وفي كل مكان. عالمية الإمام الحسين في الطوائف والأديان قاطبة، وهذا دليل قاطع إلى أن الإمام الحسين هو وريث أهل البيت، وريث الرسول العربي الأكرم، وهو ابن الإمام علي بن أبي طالب. أنت عندما تقرأ عن يحيى عليه السلام، تقرأ قصة يحيى وكيف أن هذا النبي قتل وقطع رأسه ووضع بين يدي ظالم من ظلام ذلك العصر. الحسين عليه السلام الآن عندما تأتي هذه الديانات وتستحضر هذه القضية، قضية يحيى عليه السلام، بلا شك أنها عندما تنظر إلى قضية الحسين عليه السلام تجد بأنها ماذا؟ بأن هنالك درجة من التشابه ما بينها وبين الإمام الحسين عليه السلام. لو أن المسلمين استطاعوا أن يستكشفوا قوانين التاريخ من خلال الثورة الحسينية لتمكنوا من استكشاف قوانين الراهن والمستقبل، ولكانوا سادة وصناع قرار عالمي. كان الإمام الحسين كما قلنا ويقول الزمان ويقول المفكرون أن الإمام الحسين، أن الإسلام محمدي الوجود حسيني البقاء، بمعنى آخر أن النبي صلى الله عليه وآله اختزل هذه الأبعاد وأوجدها كقاعدة، واستطاع الإمام الحسين أن يمثلها بشكل واقعي ويقعدها على واقعها في كل في زاوية من زوايا الحياة، ليستلهم كل إنسان جاء على هذا الطريق، جاء على طريق الحياة، ليستلهم من الإمام الحسين هذه الأبعاد التي يستطيع من خلالها تغيير واقعه إلى أفضل السبل وأفضل الطرق التي توصله إلى حياته السعيدة في الدنيا وجزيلة مثواه في الآخرة. كانت السماء مع الحسين في مولده، وكانت السماء مع الحسين في طفولته، وكانت السماء مع الحسين في حياته، وكانت السماء مع الحسين في شهادته، وكانت السماء مع الحسين بعد شهادته. لولا هذه الثورة الحسينية المباركة لكان المسلمون أمويين بامتياز، لكان المسلمون منحرفين بامتياز. مات ولكن بكونه أحيا الإسلام، أحيا أديان، أديانات كل أحيا. نحن اليوم مدينون للحسين بصحة القرآن وباستقامة السنة النبوية وبمفردات الدين الحضاري الذي أراده المولى عز وجل منهجا للإنسانية. ماذا أقول للحسين؟ أقول له: سيدي، إن لم أتمكن من الانتصار لك يوم الطف، وعاهدك أمام الله أن أظل خادما لك منتصرا لك حتى يأذن الله لروحي بالرحيل إليك، وأسأل الله تعالى ألا يكون مكاني إلا بجوارك في الجنة، يقبلني عندك في الجنة خادما أحب الله من أحب حسينا. هكذا أفهم العبودية، وهكذا أفهم التبتل، وهكذا أفهم العرفان. فشاء الله تعالى أن يبقى ما صنعه الله، وإلا بربي الجميع كيف يمكن لرجل حاصره التاريخ، كيف يمكن لرجل جرد التاريخ من كل فضائله، كيف يمكن لرجل كان الحديث عنه يؤدي للمشنقة والقتل والإعدام والملاحقة والتعذيب،
كيف يمكن لرجل ضرب عليه حصار علمي وأكاديمي وحديثي وسلطوي وسياسي أن يبقى عملاقا في كل هذا التاريخ، أن ينبلج نوره ونجمه كشمس متألقة، أن يبقى مجده ككرسي خالد على امتداد التاريخ؟ من ذا الذي صنع هذا المجد؟ هو الله بالتأكيد. Parishandi, yer göyne parishandi.